انطفاء 4 رؤساء عرب وما هو مصيرهم في عام 2022؟ أخطر توقعات ميشيل حايك على قناة الأبيض. أهلا بحضرتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن توقعات ميشيل حايك المتفرقة والمتنوعة للعالم. بفكرك الأول سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو أنت جديد معنا ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات. ميشيل حايك بيتوقع أن ابن بن لادن هيكون جاهز وزير دفاع عربي يتخطى صلاحيته، وانتقاد ظاهرة إطلاق الرصاص على الأفراد في المدارس والجامعات والكنائس من أمريكا إلى منطقتنا العربية، ظهور نسخة جديدة من داعش، صور جديدة من موسم الحج تعلق في الأذهان، ينتهي الربيع العربي في المناطق التي بدأ منها، غزو الرقص الشرقي إلى الشرق والغرب، اكتشاف وثائق ذات صلة بأنبياء العهد القديم، سقوط طائرة عربية ومشاهد غير مألوفة لأمواج البحر المتوسط، تهديدات لرئيس وزراء بريطانيا تبقى فقط كلاما، جمهور المغنية أديل يصاب بصدمة، الأمير هاري على موعد مع فرحة غير مكتملة، ما سيحدث في قصر باكنغهام لم يحدث سابقا، شعبية الرئيس ماكرون على المحك، خبر مثير عن السيدة الفرنسية الأولى، فرنسا ورئيسها في خطر ويختار الإرهاب أحد مطارات فرنسا مسرحا لعملائه، خط هتلر والنازية على الساحة الألمانية من جديد، أنجيلا ميركل ووضعية مقلقة على مرأة من جمهور، إيطاليا على موعد مع نكسة كارثية في عالم المواصلات، استهداف مركز حكومي في إيطاليا، حالة من الذعر في إيطاليا وخلل في فريق ريال مدريد، غيمة سوداء في أفق الطيران الأسباني، وما يحدث بين أسبانيا وكاتالونيا سيشبه الربيع العربي، فضائح في البيت الأبيض ومغادرة بعض سكان البيت الأبيض وعلامات شؤم، كشف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية أكتر وأكتر، مسلسل فضائح ترامب الجنسية يتحول إلى عاصفة تهز الولايات المتحدة مرة أخرى، لم ينتهي دور أوباما، بعض من الذعر في وول ستريت وخطر يهدد حياة جو بايدن، مسلسل الأبراج الأمريكية لن ينتهي ومجازر إرهابية داخل روسيا وعمليات ثأر خارجها، طوارئ على أرض أحد المطارات الكندية، انتعاش الاقتصاد الكندي بعد نكسة، صاروخ من كوريا الجنوبية هدف تحريك ملف السلام بمفهوم جديد، وكوريا الجنوبية على موعد مع تحولات جديدة تهز كوريا والعالم، وتبدل أمور كثيرة في شخصية وعالم رئيس كوريا الجنوبية، الإرهاب مصر على إثبات وجوده في أستراليا، حملات حكومية ومدنية بتطرف معاكس لترحيل الفكر الإرهابي من أستراليا، بعض تعدي على القوانين الأساسية يجعل المهاجرين لإعادة حساباتهم للهجرة من أستراليا وإليها، علامات تجارية كبيرة منها شركة أمازون برسم الاهتزاز، انقلاب ببورصة النفط، الانتربول حدث يتحول لحديث للناس، الكشف عن أسرار الكائنات الغريبة عن الأرض، جريمة كبيرة محورها رجال دين كبار في الكنيسة يتم الكشف عن تفاصيلها، هزة كبيرة في عرش ملكات الجمال، صدمة بين مغردي تويتر بعد مشكلة، أحد فروع ستاربكس وغيره من مجال القهوة لن يبقى فقط لاحتساء القهوة، أضواء العالم على اسم بيليه، مؤسس فيسبوك وعائلته في قضية كبيرة، يوم الجمعة الذي يصادف 13 من الشهر سيشهد حادث أليم ليثبت اعتقاد يوم 13 المشؤوم، لن يعود الطيران الحربي الإسرائيلي سالما دائما، وثيقة تاريخية تحمل توقيع أجنبية وعربية وإسرائيلية وتنتظر توقيع ممثل عن إيران وحزب الله، المعركة مفاجأة وسريعة وتحدث أهداف، مشاهد لاستعدادات وتحضيرات الملاجئ وتخزين مواد غذائية، ازدياد محاولات التطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية خصوصا من ناحية الرياضة والفن والثقافة، عمل انتقامي في مرفأ إسرائيلي أثناء تجول شخصية معروفة، تل أبيب في المرمى، كل شيء يتغير مع تغيير الحكم في الجزائر، تكثر الرهانات على شخصية عسكرية جديدة جزائرية، أمير الكويت لن يتوقف عن استكمال مساعيه التاريخية لتكريس مصالحات بين الأخوة العرب، هزة في الكويت وطقس أوروبي فيها، تشهد أحد أسواق عمان منها مرفق سياحي غصة واسعة، في أفق الملك عبدالله أمران الأول يقود إلى مصالحة تاريخية عصت على كثير من الدول، والثانية أزمات
منها أزمة صحية وأزمة على مستوى البلاد يرافقها حزن، نتائج ارتدادية لجريمة السفارة الإسرائيلية في الأردن، شوارع البحرين وبعض معابرها غير آمنة، استهداف مرفق حيوي بحريني، تنقلب الأمور رأسا على عقب في السودان، انتهاكات للدور الذي يلعبه غسان سلامة في ليبيا، حرية سيف الإسلام القذافي ليست مضمونة، تنطلق ورشة ترميم وإصلاح في ليبيا، حفتر في مهب الخطر والريح والربح معا. إحدى تظاهرات المغرب تحمل ارتدادات سلبية، المغرب وجهة الاستثمارات ورؤوس الأموال وعشاق السكن الجميل من كل العالم، مفاعيل السياحة والفن والجمال أقوى من الإرهاب في المغرب، الشيخ محمد بن زايد برسم الاستهداف المدبر وصدمات تطال الدبلوماسية الإماراتية في الخارج، حوادث مؤذية بانتظار بعض أفراد العائلة المالكة في الإمارات. الفنون التونسية إلى العالمية، تتصدى المرأة التونسية الواجهة السياسية، الانتخابات البلدية المقبلة في تونس تحدث تغييرات مفاجئة في أداء السياسيين وفي مستقبل الانتخابات وأيضا للرئيس التونسي، تتعافى تونس ماليا واقتصاديا بعد الانهيار، بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكم قدسكم ولنا قدسنا، انتقال الشؤم إلى الرؤساء بايدن ومحمود عباس، تنقلب الأدوار في قضية تعنى بالمسجد الأقصى والعرب لن يتراجعوا أبدا، محاولة جديدة لجعل إسماعيل هنية بلا صوت، تحركات تجعل الآخرون يحسبون حساب كبير، عهد جديد من التحديات لعهد التميمي داخل السجن وخارجه، وإطلالتها تحرك الشارع في الوقت القريب. متابعين الأعزاء، دي كانت إطلالة سريعة على عدد من توقعات ميشيل حايك للدول العربية وأيضا للدول الأجنبية في عام 2022. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.